علموا الشباب ده الصلاة على النبي عشان ربنا يصلي عليهم يا أولاد، عشان ربنا يصلي عليهم. علم ابنك وبنتك وعيالك واللي رايح واللي جاي وانت راكب حتى المواصلات، قول للناس صلوا على النبي. يمكن حتى لما نقول لهم صلوا على النبي فيصلوا على النبي إحراجا، فتنزل الرحمات الربانية على ذلك الكوكب، هذه الأجيال المختطفة، هذا الشباب المختطف، هذه الأجيال المنحسرة المحصورة المقبوض عليها في سجون التواصل الاجتماعي تحت دعوة الحضارة والتحضر والتقدم والرقي وإضاعة الأوقات. بعد ما كنا نشوف الواحد ليل ونهار قاعد ماسك المصحف، بقى ليل ونهار ماسك الموبايل. بعد ما كان زمان الشيخ يقول يا ما تسيبش السبحة حتى وانت نايم، خليها في ايدك. كانوا الناس زمان بيتكحلوا بالشط عشان ما يناموش خوفا من ان يفوتوا ركعة، فوتوا سجدة. عايزين نسمع ولادنا بشر المشائين في الظلم الى المساجد بان لهم النور التام من الله يوم القيامة. عايزين نقول لأولادنا صلوا كتير على النبي. ليه يا ابني؟ لأن الصلاة على النبي بتنزل الرحمة.